معكم عبد المجيد بن حسين رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان. جينا اليوم باش نضامنوا مع هاد ضحايا المافيا العقار. هاد الناس هادو كلهم تنسب عليهم من طرف واحد المافيا اللي انتحر مؤخرا. وكان هاد السيد هذا اللي انتحر ادى لهاد الناس نصب عليهم، كاين اللي ادى لهم 40 مليون، كاين اللي 100، كاين اللي 20، كاين اللي 30، يعني المجموع 2 مليار و300 نصب عليهم بالثقه. يعني كان الراجل بحال موديين وتنصب عليهم بالاسم الدين، يعني بحال هاد الناس هادو يعني تا الثقه. وعنده واحد العصابه ديال السمساره، يعني اي واحد بغى يرهن في شي قنت تيجيبو لعندو تيقول له اجي انت علاش ترهن؟ اجي لعند السيد راه غادي يدير معاك ويعطيك بارتمان ويكري لك وكذا. وعنده واحد الشبكه ما تيخليهمش يديروا شي ورقه، غير الفلوس كتمشي، الفلوس والشيكات الكونت. ومادام يقلبوا ما لقاوش الكونت عنده، لقاو كل شيء مكتوب على السميه ديال المراه ديالو والولد. ودابا الولد والمراه راه كيبيعوا هذوك العقارات اللي كاينين. حنا درنا واحد الشكايه للسيد الوكيل المحترم، يعني قام بالعمل، تا رجال الامن راه هما قاموا بالعمل، يعني داروا له مذكره بحث، ولكن هي راه باقيه تدور هنا تتبيع العقار. يعني احنا شنو بغينا؟ بغينا باش يشدوها وهذوك العقارات على الاقل بعدين يرجعوها شي شويه الفلوس لهاد الناس، لان كاينين الناس بغاو ينتحروا. كاين واحد المراه راه تشلات، راه وقع لها الشلال النصفي، حيت كاين بنادم اللي جامع فلوس مسكين تبيع، كاين اللي تفليبا، كاين اللي حماق. ولكن حنا هاد الرساله تنوجهها لجميع المغاربه باش ما بقاش يساهموا في النصب، لان ملي تتساهم انت في النصب يعني هما عندهم شبكه كما قالت الاخت. ولكن حنا الرساله صلاح مؤقت، الرساله للمغاربه حيت ما تيخليوش الاثر، هما نصابه اختصاصيا، عندهم اللي تيدير لهم تصحيح الامضاء، عندهم السمساره اللي كي وكاله العقاريه انت هما، عندهم سميتو الوسطاء اللي كيجيبوا الضحيه مسكين وكيلعبوا ليه، ما تيخليوش يدير شي وثيقه الا تيحطوا الشيكات كيحطوهم ليه في الكونت، هو تيهزهم تيديرهم في المراه ديالو والولد. يعني هو ما لقاوش عنده حتى شي حاجه. شنو الاجراءات اللي تقوموا بها؟ الاجراءات راه الحمد لله دابا راه البوليس راه دايرين لها مذكرات بحث. حنا جينا انا نعطيو واحد الرساله، هي في الحقيقه رساله للناس المسؤولين ورساله للمواطن المغربي باش ما باقيش يخليو شي وحدين اللي تنصب عليهم بحال هذه القضيه. سميتي زعرور الزهره، جينا درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه لان دعينا احنا هذه السيده، الشكايه الاولى والثانيه باقي ما داروا معاها والو، نصبت علينا هي والزوج ديالها ملي كان باقي حي، جاوا عندنا وراو لينا الديور ووعدونا والابن ديالها ووعدونا باش يعطونا الديور في راس العام. والسيد ملي شاف راسه تورط انتحر، والسيده نكراتنا في الاول سوات معنا تدز ديك السيمانه، وفي الاخر قالت لنا ما كنعرفكمش ما غنعطيكمش. وحنا دابا كنطالبوا الحقوق ديالنا، هاد السيده راه مخبيه علينا وهربانه ومنصبه ونصبه علينا، ودات مع الناس. انا دات مع عندي 56 مليون والناس دات عندهم 120 مليون هي والزوج ديالها، كل واحد شنو دات من عنده. وكانت تساوي معنا قالت لنا راس العام غادي نعطيكم ديوركم، رجلها انتحر، حنا عاد عرفنا بان انتحر. منين مشينا عندها بدات كتخبى علينا، سمعنا بانها هربانه. حنا جينا درنا الواجب ديالنا، المره الاولى والمره الثانيه ما داروا معها والو. حنا كنطلبوا من الله ومن السلطات ومن الوطن ديالنا باش يحمينا من هاد السيده. هاد السيده نصبت علينا وهربات، حنا بغينا كنطلب من المسؤولين يجيبوا لنا السيده تواجه معنا تعطينا رزقنا، رزقنا عندها وهي عارفه هاد الشيء. حنا ضحايا كثار، حنا دابا راه شي 20، ولكن المهم كاين بزاف. حنا اللي جينا دابا ضحايا بزاف، حنا كنطلبوا من الله ومن السلطات تحمينا من هاد السيده. هاد السيده كتقول لك انا مقاوله وراجلي هو البنداي ديالي، عطيوه الفلوس وانا معاكم. في الاخر ورات لنا الديور وبقات كيديو فينا ويجيبوا، يديو فينا ويجيبوا، وخووا بينا في الاخر. هما شبكه، هما عصابه، منهم سمسار، منهم عدول، منهم كيديروا اللي بغاو في الاوراق، كيقاليزيو كيف ما بغاو، كيرونوا كيف ما بغاو. دا الملايير هاد السيد هذا وخلاهم لمراتو، ولهذا الزوجه ديالو هربانه دابا. كاين الناس اللي حماق، كاين اللي مرض، كاين اللي في السبيطار الغازي، كاين اللي في الزنقه مشرد. حنا دابا كاتسير غير عند الناس، ما عندناش فين نكونوا، رزقنا مشى، ديورنا مشى، وما بقينا قفلنا حتى على شي حاجه. كنطلبوا من الله ومن المسؤولين باش يديروا لنا حل مع هاد السيده. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.